بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكركم على هذه الدعوة. أهلا وسهلا أخي العزيز. كما يعلم العام والخاص أنه إحنا مورس علينا الظلم في الجزائر. لهذا أنا واحد من الناس يعني كنت يعني مقتنع باش ندخل في أي حزب سياسي باش نغير النظام الجزائري، نغير القوانين الجزائرية اللي تجعل المساواة بين كل الجزائريين. احنا كنا من أحياء في ناس يعني من أحياء شعبية بسطاء. أي حي سيدي؟ حي وادي شائح. وأهل وادي شائح يعرفوني. هذا الحي اللي بالجزائر العاصمة. بالجزائر العاصمة، يعني في الجزائر العميقة. هذا الحي اللي حتى الكهرباء، حتى لسنة 82 عشان باش نعرفوا الكهرباء في هذا الحي، حتى 2007 باش ولا الغاز في البيوت في هذا الحي. حي شعبي، ناس بسطاء هادين، يحبوا السلم، يحبوا الحياة يعني العادية البسيطة، ما يحبوش المشاكل. فيما يخص قلت 23 يوم في السجن، الأخ الكريم هي ماشي في السجن، في مراكز التعذيب. ألقي علي القبض في 17 فيفري 1993 في نواحي العاصمة، وبالضبط بحي ميسوني، على الثانية صباحا أو الثالثة صباحا. كيفاش تم القبض عليك سيدي؟ والله جاءوا عدة سيارات. أنا شفت سيارة شرطة 505 كما نسميهم إحنا في ريجيدار، ديزل هذوك بدون إشارة شرطة ولا بدون إشارة لا. سيفيل، ولكن اللي معهم لابسين زي الشرطة، وكانوا الدرك الوطني، وكان الجيش، كانوا ليبار في كذا. نعم. وكانوا كامل ملثمين، إلا يعني كان واحد يعني القائد تاعهم، أنا على حسب واش عرفت أنه القائد تاعهم، قائد الأوبيراسيون يعني العملية، اللي كان يمد لهم في التعليمات. يعني ما نحكي لكش لو بدينا نحكي كيفاش دخلوا واش داروا واش سبوا واش ضربوا، يعني راح يطول بنا. هذه المرة سيدي صديق، نعم. أخذتم في جماعة ولا أخذكم وحدكم؟ أنا أخذوني وحدي، لحوني في لامال، غطوا لي راسي وضاروا بي نواحي العاصمة ما نعرفش وين، حتى لقيت روحي في مركز التعذيب، ولقيت روحي في واحد القاعة كبيرة، جريت من ملابسي عريان كما ولدتني أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين جاء الضابط قال لهم أوكي، قال لهم هذا يتكلم بدون تعذيب، طلعوني للبيرو. بعدين قال لي احكي لي، قلت له واش نحكي لك، قال لي وتحكي لي حياتي، قلت له واش نحكي لك حياتي. قال لهم بون يعني سب الدين يعني وتكلم كلام لا داعي لذكره، قالوا محبطوه، غير حبطوني عراوني أول مرة، قال لي يقول ربك يجي سلكك ذر. هذه أول مرة، هذه في الكافينياك نذكر بعدين، كي عندما كنت في الكافينياك. الكافينياك في العاصمة تحت مركز شرطة للتعذيب الجزائر، كذلك في الجزائر العاصمة تحت لاغرون بوست، البريد المركزي، وبين قبل ولاية الجزائر. أي والله، كي كنت في السيلون أهل بيلكور يعرفوني، يعني كان ناس كانوا جماعة من بيلكور، وبالضبط من ناصيرة نونو، كان كمال الروجي، كان عبد الحميد، كان فاروق، كان عبد القادر الفرماش، وكلهم من هذو الجبل الإسلامي الأنقاذ. والله كان لي في الجبهة، كان لي خاطي ما عنده حتى علاقة ما عنده حتى علاقة، كان واحد الأخ سمير ما عندهش كاع علاقة بالجبهة الإسلامية اللي لقى. نعم. هذه الجماعة كل كانت في زنزانة واحدة؟ كنا حوالي 15 واحد في زنزانة فيها مترين على متر ونص، ويعطيونا قرعة ما في النهار وقرعة ما في الليل، ولا أكل لا غطاء، كنا ناموا على السيمان يعني. أيوة. كان واحد يعني هذو أهل. كم دم هذا؟ هذه قعدت أنا حوالي 12 يوم 13 يوم في كافينياك بلا أكل. ظلمة. والله مرة كانت عندنا واحد لقى حبة حلوة قسمناها في 15 واحد. نعم. كان واحد كذلك من بيلكور، ما نذكرش اسمه
ضرب في بثلاث رصاصات ولا أربعة في قلبه. احنا كنا يسميوها في بيلكور قط بسبع أرواح في 5 أكتوبر 1988. هذو الجماعة اللي جابوهم في بيلكور ما كانش عندهم مشكل، كانوا في الجامعة، وزارة شؤون دينية بعتت إمام قال لهم صلي بي. الشعب هذا كتما قال لهم ما تصليش بينا، قال لهم احنا عندنا إمام. إذن كان واحد يصلي بهم، جات الشرطة قال لهم فلان 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 فلان، أخذهم كلهم، كانوا معايا في زنزانة واحدة. نفس الشيء بعد كي طلقوك المرة الأولى ما كانش تهمة، عطوك عام سجن. نعم نحكي مع وقف التنفيذ. نعم نحكي على التعذيب يعني اللي كنا نقاسيوه يعني. لا ميثود دو شيفون، الكهرباء، حرقوني بشاليمو، حتى اعتدي علي جنسيا يعني المونفيولي يعني. ثم تعرضتم الى اعتداء جنسي. نعم في كافينياك. في كافينياك كان هذاك الوقت الانسبكتور الفار فريد، انا ما نعرفوش، هو من بيلكور، اهل بيلكور اللي كانوا معي قالوا لي هذا الفار فريد يعرفوه. ما هذا الانسبكتور اعتدى عليك جنسيا؟ نعم، الفرقه اللي كانت معك. نعم العسكر والدرك، بيسك احنا الانسان كيعذبوه يديروا له كامل، كل الجزائريين اللي يديوه يغطي له عينيه. علاش يغطي لك عينيه؟ يقول لك باش ما تعرفناش. نعم فيه ناس يعني اعتدي عليهم جنسيا يعني، اكرمك الله يعني، واش نقول لك يعني. حتى نعرف واحد الاخ عمل 7 عمليات جراحيه ومازال الى حد الان يعني يعاني من أثر الاعتذاب التعذيب يعني. ثم بعد ذلك أقتيد دوني للدوزيام، جيت نواحي القصبة مكثت حوالي 2 أو 3 يوم، بعدين إلى بن عكنون وحوالي 3 أو 4 أيام يعني. ما تعرفش يعني وين راك، يعملوا لك بوند. ثم بعد الاعتداء اسمح لي. نعم ما جابوش طبيب ولا ممرضة ولا لا طبيب لا ممرضة لا. حتى بعد الاعتداء كاتوا نبكي والداخل الزنزانة. كنا 15 واحد ويشهدوا علي أهل بيلكور وما زالوا حيين يعني. كنا 15 واحد في كافينيا. كانت 3 سيلول، واحدة زوج ثلاثة. أول مرة كيعذبوك يجيوك يربطوك في الكولوار، أكرمك الله يعني دير لي بوزوان تاعك في سروالك مربوط هكذا بلي مينوت، وكل شرطي يجوز واحد يبزق، واحد كتبي، واحد يعني ما تقدرش يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا كنا نقرأ هذوك الأمور كيفاش كانت الجيش الفرنسي يعذب الجزائريين، ولكن يا حسرته يعني وأسفه أنه جزائري يعذب جزائري يعني كما هو. إذن بعد ذلك قلت لك يعني بعد ما حبطوني بن عكنون يعني كيدوني بن عكنون قالوا لي يعني السكيورتي ميليتير ولا دي ار اس كل واحد واش يسميهم، على كل حال قالوا لي راك في بن عكنون كذلك وين تروح يعني الضرب والسب والشتم إلى غير ذلك. بعدين رجعوني للسنترال. السنترال احنا كنا يعني الدرجة أولى، احنا من الفوق كامل، وسمعت انه الناس جابوهم من تحت. كان برومي سو سول وكان دوزيام سو سول، كان ناس لا حول ولا قوة الا بالله يعني، كان ناس مضروبين بالرصاص ويعذبوا فيهم من تحت وكذا. حتى احنا يعني عذبنا يعني في الكافيني في السنترال، ولكن يعني ماشي كيما هذوك الناس اللي كانوا لتحت في برومي سو سول والدوزيام الى غير ذلك. ثم اغتدنا يعني في 7 مارس 1993 الى محكمه عبان رمضان. عبان رمضان في المحكمه الخاصه، نتذكر في السانكيام ايطاج غرفه رقم 10. البروكيرور وقاضي التحقيق قال لي واش كان؟ قلت له واش كان؟ ان قبل هذيك بعد ما يكتبوا لك البي في يطلعوا لك البوندو وينحيوا لك لي مينوت ويقول لك سني واش تسمع، واش يسقسيوك، واسمك، واسمو باباك، واسمو يماك، وين تسكن، متزوج، تصلي ولا ما تصليش. كذلك في الجزائر يسقسيك يقول لك تصلي ولا ما تصليش، يكتبها في البي في.
احنا نعرفوا هذه ممكن في سوريا كان فيه الكريتيا كان فيه المسلمين كان ولكن في الجزائر احنا مسلمين يعني في المحضر كنت نعم. تقول لهم على الاعتداء وما تقول لهم على الاعتداء يقتلوك كل يوم ضرب انا كي جيت خارج من السنترال المحضر يكتبوه بلا ما يسالوك واش يسالك في المحضر ما تمضي على حاجه تمضي على حاجه ما على بالكش هما ست ورق شوف رقم الصحه هكذا شوف يوريك غير المكان تاع لا سيناتور برك شوف واش يسقسيك واسمك واسمو باباك وين زايد متزوج شحال عندك دراري واش تخدم مع الفيس ولا تصلي ومن بعد تسمع طق 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 كي كمل نحيلو لي مينو طلع له سنيه تقول ما نسنيش تاخذ الضرب حتى تموت سيدي صديق نفس السؤال هل احسستم بان هؤلاء الناس الذين كانوا يقترفوا تلكم الجرائم في حقكم كانوا في حالتهم الطبيعيه والله يعني بكل صراحه انا المراكز اللي مريت عليهم كافينياك سنترال دوزيام بن عكنون كنا نسمعوا واحد الاشاعات واحد الايام انه سوريين مصريين وانما والله يعني جزائريين يتكلموا بالجزائريه وكذلك اغلبيتهم من العاصمه يعني اللهجه العاصميه يعني معروفه يعني ويعذبك صدقوني عريان يتكيفوا ويطفيوا اللي الدخان في صدري صندري صدقني وربي الكعبه نهار انت تفقد الوعي يعني كي عدموني نفقد الوعي يتكيفوا ويطفيوا الدخان في صدري يحكموا الشاليمو ويحرقوك في رجلك اكرمك الله نعم بعدين كي تكمل كامل خلاص ما تقدرش انا يعني فقدت الصوت تاعي مده 20 30 دقيقه يعني بكل صراحه 20 30 دقيقه بعدين في الشتاء يعني شافي في رمضان فيفري وراها واحد 3 ايام 4 ايام هذيك هي ما كاش الماكله وجا رمضان ولينا نصوموا يعني شايف يعني ما كاش الماكله يعني انت صايم يكبوا عليك يعني يرميوا عليك بدون ما بارد تولي تصطفك انت عريان عريان كما خلقت كيما عريان نورمال ويضحكوا ويقصروا في رمضان كنا نرتاحوا احنا في الفطور في الزنزانات الصباح ما يجيوش من داك يجيو زعما سوا ديزون صايمين غير يأذن ياكلوا قسم بالله تسمع البيبان تاع الحديد طاك 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 صدقني وربي الكعبه كانوا معنا يعني كبار في السن 60 سنه جابوا خطره في ال 14 لا دوزيام فوا جابوا ان جان مع باباه في عمره حوالي 65 سنه والله وليت نبكي ترمو يطيحوا الوليد ويهينوا في الاب قدام وليده تقول انت لا حول ولا قوه الا بالله يعني لو كانت عندي القوه ندير يعني ندير حاجه اللي ما تتصورش يعني في اثناء التعذيب انا تكلموا معايا اخوه كانوا في التعذيب قال لي كما شي حرام يعني ونروح يعني لربي وانا قاتل روحي نسوي سيدي اخويا خلاص ما تقدرش تتصور هذاك العذاب ما تقدرش انت راقد عريان 9 عباد 10 دايرين بك شوف رابطينك بلي مينوت في رجليك وفي يديك كرمكم الله عريان في البون واحد يضرب فيك بالفر بالبره تاع الحديد للرجليك كما نسميوه احنا في الجزائر الفلاقه واحد قاعد على لي جونو يضربك حاشا كرمكم الله للذكر بالعصا واحد تمنى شتي ولا سبته انت مغطي ويضرب فيك هنا للصدر يضرب واللي من اللور دار لك شيفون على الشيفون واحد يكب لك الماء يعني يصب الماء فوق فمك يعني الشيفون بكل صراحة أنا التريسيتي ما أثرتش عليا كيما الشاليمو وما أثرش عليا الضرب كيما أثر عليا الشيفون لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله سبحانه عز وجل باش يعافي كل الناس والله عدوي والله ما نتمنى له هذاك العذاب كل صراحة العدو تاعي ما نقدرش نتمنى له الشيفون تولي ورابطينك يقول لك كي تحب تهضر رفد برك صبعك انا تلمولي ما لقيتش واش ندير قلت لهم اروحوا معايا المسجد البلاطو عندنا سلاح دخلوا معايا المسجد البلاطو كسروه كامل هم بعد زادوا رجعوني قالوا لي انت راك تفيس بالعاني ولو يعيطوا لي تم العربي بن مهيدي يديوا فيا ما نعرفش واش قالوا لي لازم تجبد ما نعرف حتى حاجه انا ما نعرف كيفاش ننفونتي حوايج ومن بعد ما قلت لك جاو مديني لدار الشرع قلت لهم اعطوني الجاكيطه تاعي قتلوني بالضرب قالوا لي احنا سراقين داو لي الجاكيطه عطاها لي واحد صاحبي جا من اوروبا هذاك الوقت جابها لي من اوروبا
جديدة والله العظيم قتلوني بالضرب. الدولي ساعة، الدولي سبتة، سبتة الدوها والله الدولي صباط أكرمكم الله. الدراهم إلا كانوا في جيبك الدولي نواضر يعني بكل صراحة أي حاجة شرطة سبحان الله. وباش تكون على عين كي كنت أنا في الكافينياك كان هذوك اللي درواكم تخرج الهضره قال لي أخو أنا من البلاصة الفلانية يدي الخبر لداركم. خاطش أنت كي تكون في التعذيب ما تعرفش وراك، كي تدخل للسيلون يقولوا لك باللي إحنا رانا في هذيك البلاصة كي في الكافينياك، كي تشوف كش واحد درواكم على بالك باللي يومين ثلاث أيام ويطلقوه تاع الزطلة تاع السرقة تاع كذا تقول له يا خويا رحم والديك انا من بلاصه الفنانين راح يخبر داركم. انا جاوا الاهل الكافينياك قريب قريب زادوا يدخلوهم ما عندناش ما راكش مسجل في الروجيست الفوق عند نورمالمون كي تدخل عند الشرطه نعم. يسجلوك في الان والله العظيم ما مسجل في عليك القبض 6 أو 7 مرات وليت بروفيسيونيل تما والله بروفيسيونيل ما كل مرة يأخذوك يعذبوك يعني اعتدت على ذلك إذا ما كانش تعذيب كان ضرب كان شغل كما قلت النظارة أنا قلت له إحنا شغل تحت ليشيا يعني تحت الكلاب أكرمك الله ثم بريمير كاتيجوري وإحنا تحت الكلاب حتى في أوروبا يعطيوا القيمة للكلب أكرمك الله ولكن يا للأسف يعني سمحني أن نذكر كلمة برك إذا قال ما فيش تعذيب وانا يسمعوا فيا مليح اهل وادو شايح اسالوا اهل وادو شايح واهل لاغلاسيير واهل ليفي واهل جنان بروك وديار الجماعه لا مونطان باش جراح كاين ناس قتلوهم مثال نذكر لكم مثال في وادو شايح كان عائله الجلالي مفقود عبد الكريم الاخضر محمد لا فامي جلالي هادو لفامي جلالي كذلك لفامي جعفر كان خالد كان رشيد وكان يوسف نذكر لك هادو اللي قرب ليا كان واحد أميتسا قدامي قتلوه واسمه بالعيد عبد المجيد قتل رحمة الله عليه قبل ما تبدأ هذا الله إلى يومنا هذا بابه مسكين روتريتي يحوس كش ما يدخل كش ما يعطيه له على وليده قالوا له مشي ما لبناش كامل بيك. واحد الأخ مسكين من لاغلاسيير واسمه مجاهد موسى مجهد ستان شامبيون دافريك في الفوفيتمار كذلك إذا قال ما الوالو هاو الكتاب هذه أهل ليفي يعرفوه هذه لفامي زينيتا هذا وين قتلوا الله يرحمه السعيد زينيتا وهذا بابه أهل ليفي أهل المقرية تعرفوا هذا السيد هذا الشيخ ممكن يكون توفى رحمة الله عليه وليده السعيد زينيتا رحمة الله عليه قتلوه في هذا الدار وهو محليفي لا محليفي حاجة واحدة أخرى يعني هذا بابا زينيتار رحمة الله عليه واسمه السعيد رحمة الله عليه بعد ما كان في السجن وخرج ظل حوالي 4 سنين وكذا بعد ما خرج قتله في داره هذا الحاج بابا السعيد زينيتار رحمة الله عليه يعني قلت لكم نذكر لكم موسى مجاهد راه مهبول مسكين حكموا عليه باربات أو مسجون إلى يومنا هذا راه الله أعلم في السركاجي ولا أحد السجون الجزائرية راه مهبول راه مجنون يسكن في لاغلاسيير اسألوا أهل لاغلاسيير بالخام اللي قتلوه في المسجد النصر هل كان فيس قال لهم برك أنا نخدم في اللجنة ما تدخلوش قتلوه اسألوا أهل لاغلاسيير يقول لكم من بالخام رحمة الله عليه كان رجل مسالم كان رجل قاعد يحبوه إلى غير ذلك اسألوا لا مونطان ديرجونس بيلام اسألوا انا نعرف هذوك لي زوندروم مليح لا مونطان ليفي اللي راه يقولوا باللي ما كانش تعذيب ما كانش مفقودين ما كانش انا نحكي لك في حومتي خرجوا 5 من الدار قتلهم قدام الحومه الناس كامل تشوف قتلهم العسكر 5 عمر كمال بلقاسم استغفر الله الوناس وزوج نسيتهم يعني هذو كان عليهم كيما نقولوا رسائل الى غير